Hi everyone and welcome with me today on this video. السلام عليكم ورحبا بكم جميعا معايا في الفيديو جديد اليوم. البنات كل عام وحنا بخير ان شاء الله يا ربي، رمضان مبارك سعيد مبارك سعيد يا مولانا الكريم. اليوم البنات عندنا واحد الكوكيز، بصراحة اليوم غادي ندير لكم واحد تشوكلات تشيبس كوكيز. يس تشوكلات تشيبس كوكيز in a pan in the pan. Let's call it chocolate chip pizza. Yeah, yes, salam. Yes, salam. So delicious, easy. You can do it to everyone. Okay, let's get started. If you're interested, stay with me and let's see how we're gonna do it. البنات المهم عندنا يلا نبدأ ونتوكل على الله. هادو هما المقادير عندنا. عندنا الزبده هنا، وعندي شويه الملحه، وعندي واحد جوج البيضات، وعندي واحد شويه ديال السكر، وعندي طبعا هاد الشيبس كوكيز اللي هما كيحتاجوا هاد الشكلاط، وعندي السكر الابيض. ما كاينش بزاف البنات، ما تحتاجوش بزاف بصراحه. في هاد رمضان راه حلوه الحاجه هادي، الحاجات هادو لا مش يعني اللي يحب هاد الشوكليت شيب كوكيز. سو اي دو هاف ا باتر هير اوريدي ميلتد until get brown. You need to melt the butter until get brown and then you can use it. Like you can see, look how it look like brown. So I'm gonna let you the ingredient in the description box. البنات دوب الزبدة بصراحة تدوب شوية، دوب تتولي حمراء وتعطي واحد الريحة، باش كتعطيها واحد الريحة زوينة في الشوكولات شيبس كوكيز. المهم البنات انا هيا ندوبت شوكولات، دوبت الزبدة هنا، غادي نزيد عليها شويه ديال، بصراحه دوبت هنا 9 ديال 9 ديال عندي 9 ديال المعلقات ديال الزبده، وخليت واحد 3 باش نبرد بهم الزبده، لان الزبده غادي تكون سخونه. وخلاص هذا المقادير انا نحطهم لكم في صندوق الوصف، توكلوا على الله. المهم دوبنا هنا الزبده، وعندي هذيك المقله البنات. هاد المهم الفيديو ديال اليوم وهو هاد الكوكيز هادو اللي غادي يكونوا في هاد المقله، وخلاص ما غادي نبقاو نكثروا. لا راك كتعرفوا كيفاش كديروا لهاد الشوكليت شيب كوكيز when you do them in the pan in the like cake sheets whatever. But here I'm gonna do them in the pan one time. So here I melted my butter and I add brown sugar. البنات بعد ما تذوبوا الزبده وداك الشيء راكم غادي تبردوها بدك، غديروا نص الزبده تذوبوه وتخليه واحد شويه باش تبرد لكم الزبده من بعد، باش ما يكونش سخون. صافي غادي نبقى نحرك هنا على شويه، نحرك لما ينسجم ليا هذاك السكر والزبده الدايبه، وغنزيد هذا السكر الابيض. ما كاينش ما اسهل من الطريقه البنات، والله الا حلوه وسهله وزوينه الطريقه ديالي هكا. راه كيديروا بزاف ديال الناس في المقله هكا، كتجي المهم كتجي بيتزا شوكليت شيبس كوكيز ان ذا بان. I keep I add all my ingredients on that on with the melted butter and then I have to keep mixing it until this thing is getting gooey, like almost gooey, like thick sugar and butter and brown sugar and white sugar and all this with the butter. You feel like getting like gooey. البنات خلطوا هكا مزيان. المهم باش ما بغيتو تخلطوا بهاد السباتولا ولا هذاك المضرب ولا اللي كان، المهم على حسب الراحه ديالكم. غادي نزيد هاد البيضه ديالي، البيضات هنا. مرات نتوما البنات انا عندي، انا المفروض ندير غير ندير فهاد المقله ندير فيها غير جوجات جوج بيضات وواحده صفراء، لكن هنا درت غير جوج، اكتفيت بهذا القدر. شوفوا البنات شوفوا شحال شكون اللي كتوقع لها هاد القضيه هكا مرات. المهم الا وقعت لك البنات هذه، اصلا حتى المبتدئات البنات تشجعوا ديروا لهذا الشيء ديروا. كاين بعض البنات اللي كتغلبهم الكيكه، تغلبهم ماشي تغلبهم، كيفكروا بان ما غادي تطلع ليا، كغندير لها وغندير لها وغندير لها، ماشي مشكل. غير بصراحه توكلوا ديروا هكا. مثلا افرضي بحال هكا وقعت لك بحالي انا، شنو ديري؟ ما كاينش مشكل، راه تجبدي هذا وتهزي الاصفر، الا في حاله هذاك الاصفر مثلا في بعض المكونات وتخلط لك مع الابيض البيض اخليه بلا ما تهزيه، لان لا بغيت ما غاديش الا تخلط صعيب باش تفرقيه. كتشوفوا كيفاش غادي انا حتى يولي الخليط خاطر شويه. كيب ميكسين اول ذا
ingredient here until the batter get thick, of course, with the, and then all about the, yeah, I forgot to, sorry, I forgot to mention my teaspoon of baking powder. البنات نسيت لكم معلقه من الخميره. مهم راه وقتها تقت الموقف معلقه ديال الخميره بس. واللي ما عندهاش الخميره ولا ما غاش دير الخميره الكيماويه دير السوداء بيكنج سودا. هنا غادي نقول لكم الدقيق على حسب الدقيق كله وكيفاش عنده الدقيق. Over here when it's come to the flour I boil it because it depends about your flour. Anyway when the dough get like thicker, very thick, you know, the chocolate chips cookies dough, how look like. شفتوا البنات لما تعقد شوية تولي راك معارفين الحلوة كيفاش جامرة هي بحالة عبارة على خليط ديال الحلوة. العجينة غادي تكون عندنا خاطر شوية. هاد الشيء علاش السبب ديالي ما خليتش درتش الطحين كله. مهم درت كاس من الطحين ونزلت تقريبا هذاك النص غادي يكون باش يلا تجي العجينة هي هذيك. My pan or my ingredient today took like 1.5 cups of flour, and that's it. It's easy. It's super delicious. You can do it. Not taking long time for you. From you. This is will be a 1/2 cup of flour. البنات لما تلقاو العجينة هكا ولا تخاطر المفروض ما تديروش هاد المضرب هذا. ديروا ديك سباتشيلا واقيلا حسن ولا معلقة العود. استعملوا المعلقة ديال العود. هاد ال شوكولات شيب كوكيز كيبغيو حتى الصغار بزاف لأن فيهم الشوكولات. As you can see you just take your time and then you can do what you want to take. You have option to find out which good for you. How you mix the dough. I prefer that spatula. It's easy, better than the other mixer. That's it. Now I'm gonna add my chip chocolate or chocolate. البنات فيه واحد الطريقه لان اللي بغى مرات بصراحه انا مرات هادي هي حتى وهي هي هاد الحلوه هاد الكوكيز هادو معروفين بانهم خاصين بهاد الشوكولات هذا. لكن انا والله مرات درتها بال شنو نقول العنب المجفف الريزين. My version of this cookie sometimes instead of chocolate I do my raisin. البنات ديروا كندير ديال فيها الزبيب كتجي زوينه والله. مش بس هي فيها شوكولاتة. خلاص شفتوا العجينة كتجي خاطرة. لازم العجينة as you can see my dough thicker here. That's it. All I gotta do I'm gonna spread it. I'm gonna cook it in 180 to 250. It's up to you. And then here I choose my enamel iron pan. البناتي الا كانت عندكم شي مقله خاصها تكون مقله ما تكونش صراحه خفيفه خاصها تكون ثقيله شويه. هذه ديال الحديد هذه هاد المقلات لازم. او صافي خلاص هذا هو اللي عليكم. غادي تسرحوا العجين ديالكم في المقله هذه وخلاص. غادي نحطها في الفرن اللي هو مسبق لي وسخنته على 200 على 180 فرنهايت هير اللي هي تقريبا 180 اللي هي ربما 300 و ما نعرف مهم على حسب الفران سيلسيوس. خلاص البنات هذا هو كله على حسب اللي عندها الضو اللي عندها. المهم مفروض ما نقولوش الرقم ديال الفرن على حسب فرنك على حسب كل شيء. ها هي ليو ها هي كما كتشوفوها دخلوها الفرايرين وخليوها سهله مهله وغتعجبكم البنات. ها انتم شوفوا شوفوا as you can see my delicious chocolate shaped cookies. So bon appétit. All I see you a new video. ومع السلامة البنات نتلاقاو فيديو جديد.